في هذا المعنى المهم والعظيم نشرك معنا الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني ماجد عزام. سعداء بوجودك معنا أستاذ ماجد، أهلا ومرحبا. مساء الخير يا أهلا، مساء الخير لحضرتك لضيفك ولسادة المشاهدين. رغم التضحيات، رغم الدماء، قوافل الشهداء، يعني هناك متغيرات كبرى أستاذ ماجد، ربما تابعنا جزءا منها في فيديو قبل قليل، رايات المقاومة وعلم فلسطين يرفع في الداخل الفلسطيني المحتل. 9 أيام ربما كانت صعبة بالتأكيد على أهلنا في غزة، لكن واضح بأن الإنجازات كبرى واستراتيجية أستاذ ماجد، أليس كذلك؟ مرة ثانية مساء الخير لحضرتك ولضيفك ولسادة المشاهدين، حياك الله. بس بدي أحكي شيء صغير في الأول وشيء بسيط، مش صغير، عن كل ما يتعلق بإخواننا أهلنا في أراضي عرب 48، وليس صغير هو كبير. عرب 48 هم الصامدين والشوكة في عيونهم، تعرضوا للحكم العسكري، ثم كانت الانتفاضة في يوم الأرض في عام 76. وعرب إسرائيل ليسوا هؤلاء، عرب إسرائيل اللي لم يحسنوا القتالها وهزموا أمامها في النكبات المتتالية، في النكبة الثانية عام 67 تحديدا، أو اللي هرولوا للتطبيع أو التسوية، ولا جعلوا السلام معها مع كيان استعماري غاصب استيطاني، كل هذه المصطلحات صحيحة، هم عرب إسرائيل ليسوا هؤلاء بالتأكيد، هم إخواننا ومالنا ومشوكة في عيون الاحتلال طوال الوقت. رأينا على فكرة يعني ما فعلوا الشيخ رائد صلاح جزء أساسي من التنكيل وشيطنة الشيخ رائد صلاح وإبقائه في الأسر طوال الوقت، هو لكي لا يقود أو أحد قادة المعركة في الأقصى في الشيخ جراح في باب العمود. لكن طوال الهبات اللي شاهدناها خلال الفترة الماضية، خلال الشهر الأخير، عرب 48 كانوا أساسيين إلى جانب المقدسيين في مواجهة الاستيطان، في مواجهة التهويد، في مواجهة جرائم الاحتلال في الأقصى وفي باب العمود في الشيخ جراح في القدس بشكل عام. أنا أعتقد أنه ربما بالعودة لسؤالك يعني هذا الدلالات لمعركة أو موقعة سيف القدس، يعني رأيناها قبل ذلك، ربما الآن بادت أكثر صراحة وأكثر وضوحا. يعني واضح أنه كنست أو دفنت فكرة التسوية أو السلام مع إسرائيل، واضح أنه كنست فكرة أن إسرائيل هذا كيان، هو ليس كيان كما يتحدث عنه المطبعون، أنه كيان أسطوري، كيان كبير، كيان قوي جدا، كيان الضعفاء يلهث وراءه، وكيان قابل للهزيمة، كان كذلك طوال الوقت، رأينا ذلك على الأقل في آخر 40 سنة. بعد النكبة الثانية عام 67 حصلت معركة الكرامة بعدها بأيام، وكان هناك صمود كبير للمقاومين الفلسطينيين مع الجيش الأردني، هذا كان قابل للهزيمة. لكن ما رأيناه الآن لا يمكن إخفاء ولا يمكن نكران أو حتى الجدال في هذه الحقيقة، أنه هذا كان قابل للهزيمة حتى من الناحية العسكرية، ليس كما كان يقول قادة الأنظمة والجيوش العربية. الأمر المهم الآخر أنه هذا كيان متفسخ داخليا، يعني يجب أن نزيد عليه الضغط لأنه في النهاية سيتحلل كما قال. طيب جميل جدا أستاذ ماجد، وواضح بأنه ما شهدناه في الأيام الماضية والآن في الضفة الغربية من اشتباكات واسعة، واضح بأنه بدأ يؤثر بشكل فعلي على قادة الاحتلال، وهناك حديث ربما عن توجه لوقف العدوان، لا ندري إن كانت خديعة أم لا، لكن حتى أستفيد من وجودك معي وأختم معك أستاذ ماجد وللحديث تتم لاحقا بالتأكيد، كيف يمكن كفلسطينيين أن نجعل من نتائج هذه الجولة نتائج مختلفة على صعيد مستقبل الصراع مع المحتل؟ يعني هذا سؤال مهم جدا وهو كبير جدا أيضا، قدم ملامح من إجابة عنه الأخ خالد مشعل أبو الوليد منذ أيام في حواره أعتقد مع التلفزيون العربي. نحن نتحدث في دول انتصار، يجب أن يكون هناك ترتيب للبيت الوطني الفلسطيني، يجب أن يكون هناك انتخابات، ثم يكون هناك شراكة في إدارة الصراع واستخدام المقاومة بكافة أشكالها، وكما حصل في غزة بالتأكيد الشعب الفلسطيني قادر على دحر الاحتلال بالقوة من الضفة الغربية ومن القدس ومن وقف كل إجراءات التهويد والاستيطان اللي تمت خلال 30 عام من عهد أوسلو غير الميمون. أستاذ ماجد انتصرنا بالتضحيات، بالصمود، بالاستبسال، بالتحدي، بالمقاومة، بقصف تل أبيب، بإرضاخ المحتل بهذا المعنى، بإرعابه، يمكن أن ننتصر سياسيا ولا تذهب الثمار سدى؟ يعني كانت مشكلة كبيرة طوال الوقت
انه الانجازات العسكريه الميدانيه لا يتم تحقيقها في الجانب السياسي. راينا ما حققته الانتفاضه الاولى اللي كسرت فكره انه ليس هناك شعب اسمه الشعب الفلسطيني، وكسرت فكره تكسير الايادي بالمعنى المادي بمعنى فرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني. للاسف تم الذهاب باتجاه اوسلو، لكن الان الوضع مختلف، وعي الناس مختلف، واعتقد انه ستكون هناك قياده سياسيه تقطع مع كل الجانب السياسي، تدير الصراع بشكل حكيم وشكل مصمم، عند أوراق قوة كبيرة للشعب الفلسطيني. انظر إلى حجم التعاطف الكبير مع الشعب الفلسطيني في العالم، نملك أوراق قوة كبيرة. الأمر المهم جدا أيضا فيما حصل أنه المطبعون أو من يلهث وراء إسرائيل يعرف أنه لا فائدة، أو على الأقل لا يمكن الرهان على كيان هو ضعيف ومتفسخ، هو محكوم بالهزيمة، حتى كما قال يوفال ديسكن، يعني أنه يجب أن نزيد الضغط عليهم بكل الإمكانيات المتاحة. لكن هو قال أنه إسرائيل، يوفال ديسكن هو أحد الجنرالات اللامعين في إسرائيل، قائد جهاز الأمن العام الشباب السابق، قال أن إسرائيل قد تنتهي خلال 25 عام، خلال جيل يعني، تحدث عن 25 عام تحديدا في ظل الاستقطابات والخلافات العميقة. في أمر مهم جدا، يعني نحن كفلسطينيين يجب أن نقوم بواجبنا الوطني والأخلاقي والشرعي في مواجهة هذا الاحتلال، وواضح أنه الدعم كبير لنا ويزداد في الدائرة العربية، في الدائرة الإسلامية، في الدائرة الدولية. لكن هذا كان إسرائيل، هذا الكيان محكوم بالهزيمة بإذن الله والكتل الاستعمارية. يعني أنا بس بتضرب مثال بسيط، يعني مثلا وهو مصطلح أيضا دموي، يعني بن غوريون كان بيقول أن جيش الاحتلال هو بوتقة الصهر، يعني كل شذاذ الأفاق سيتم صهرهم في الجيش. في التسعينات قال أهود براك أنه هذا أصبح لم يصبح يعد جيش الشعب، أصبح جيش نص الشعب. منذ أيام تحدث بيني جينس أنه هذا أصبح جيش ثلث الشعب وربع الشعب. يجب أن نزيد الضغط كفلسطينيين، يجب أن نستفيد من هذا الدعم الكبير على كل المستويات، من العالم العربي، من العالم الإسلامي، من المجتمع الدولي، لكي نزيد الضغط، وهذا كيان محكوم بالهزيمة طبعا. وفي النهاية لابد أن تقوم الدول العربية والإسلامية بمسؤولياتها، لأن هذا الكيان الاستعماري، هذه ليس شعارات، هذا كيان استعماري والغرض منه تفتيت العالم العربي والإسلامي وأضعافه. هذا صحيح، نحن سنقوم بواجبنا، لكن هم أيضا يجب أن يقوموا بواجبهم، لأنه المفاهيم اللي كانت تنقال من 30 و40 و50 سنة و100 سنة هي صحيحة. الهدف ليس فلسطين، الهدف العالم العربي والإسلامي كله. شكرا جزيلا لوجودك معنا الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني ماجد عزام، سعدنا جدا بوجودك معنا، ومرة أخرى الحديث تتم بإذن الله. شكرا أستاذ ماجد.